تخيل انك انت ماشي في يوم من الايام لقيت المصباح السحري، فركت المصباح، شبيك لبيك، المارد الان بين يديك، حط امنيتك واحنا نحققها لك. فانت جيت قلت والله انا ببيت، فالمارد للاسف المارد اللي احنا يطلع لنا في هذا القصه هو مارد احنا نقول في قطر رزيل او يحب يحكر للناس. اوكي تبي بيت؟ مش مشكله بنعطيك بيت، ولكنه بيت اللعبة صغير مثل هذا اللي نحط في المونوبولي. تحققنا أمنيتك. جاء واحد ثاني شبيك لبيك، أبي ملايين، فيروح يجيب له ملايين من ورق المونوبولي أو يجيب له مثلا ملايين من عملة لا تسوى شيء. المارد هذا يعني يحب يلعب مع الناس. فكيف نحكر لهذا المارد؟ كيف احنا نحط أمنية؟ المارد يحتار يقول أوف والله ضيق علي. ففي خطوات معينة احنا هذه الخطوات لو مشينا عليها بنحط smart goals او smart objectives، هذه الأهداف الذكية او الأمنيات الذكية إذا وضعت يحتار المارد في كيفية التحكير لها، وبالتالي أيضا الموظفين. مثلا لما يجيني موظف يقول لي أنا ابتكرت، كيف ابتكرت؟ قال والله عندي ملف في الوورد ضفت خط جديد أو فونت جديد أو ضفت رقم الصفحة تحت، فأنا مبتكر. هو فعلا ابتكر، لكن مش ذاك الابتكار، لأن لم يتم وضع معايير وأسس وطريقة معينة لتقييم المعيار، فهو اعتقد أن هذا اللي عمله. ففي قصة ثانية في مجموعة كبيرة من المجتهدين جاءوا وكل يوم رست عليهم المناقصة في قطع الأشجار وقاعدين يقطعون في الأشجار، ويجي واحد يا جماعة وقفوا وقفوا، ما حد يسمع له. ففي يوم من الأيام قال أخي إيش فيك أنت قاعد تصارخ؟ ليش ما تشتغل مثل الأوادم؟ بنخصم راتبك ترى. قال يا جماعة وقفوا، أنتوا قاعدين تقطعون في الغابة الخطأ، مش هذه الغابة اللي رست عليكم. فهم يمشون بجهد واجتهاد ويعملون وكذا، لكن بدون معايير صحيحة، بدون بوصلة صحيحة. السمارت أوبجكتيفز الأهداف الذكية توصلك إلى الطريق الصحيح، ويوصل أيضا من يتبعك إلى الطريق الصحيح. أنت كقائد لما تضع الأهداف هذه بطريقة سليمة، بأهداف بطريقة ذكية، الكل يحاول ينفذها بطريقة صحيحة لا يمكن الاختلاف عليها. وهذا بالضبط ما يجب أن نفعله في المارد أو مع المارد. السمارت لماذا سميت سمارت؟ أولا حرف الاس، اس يعني سبيسيفيك، الهدف محدد مش عام. مثلا أبي أصنع نموذج من أطباق الأكل الخليجي، هو محدد ماذا تريد أن تفعل. اثنين مجربل، قابل للقياس، القانون الذهبي الأول في علم الإدارة، If you can't measure it you can't manage it، إذا لا يمكن قياس الأمر لا يمكن إدارته. ما تقول حق الناس والله أبيكم تنجزون لي المشروع قبل تاريخ 25. طيب ما معنى الإنجاز؟ هل أدرب مثلاً 1000 شخص ولا أدرب شخص واحد؟ عملت دورة تدريبية وأنجزت. الأمر غير قابل للقياس، فيجب أن يكون قابل للقياس. أي هدف يوضع يجب أن يكون قابل للقياس. ثلاثة أن يكون achievable، قابل للتحقيق، مش هدف غير قابل للتحقيق. في أهداف في أمور لا يمكن تحقيقها. أجي أقول والله بفتح مركز وأخرج 500 شخص لحفظ القرآن خلال سنة، أول شيء مش محدد يعني كم يحفظ، آية، سطر، صفحة، سورة، جزء، كم يعني اللي يحفظه. يجب أن يكون من ضمن الأهداف الذكية يجب أن يكون قابل للتحقيق. أيضا أن يكون رياليستيك، الآر، أن يكون واقعي، هدف مش خيالي. ما يو والله أحط أن نحرك العمارة. طيب أوكي إحنا نقدر نحرك العمارة، هي قابلة للتحقيق، هل هذا واقعي؟ هل أنا أحتاج فعلا؟ إلا إذا فعلا مشروع يعني فيه إبهار للبشرية وكذا ممكن، ولكن إذا الهدف هذا هدف موضوع وما في داعي أن أنا أوصل فيه أنه يكون شيء بهالحجم، خلي الأهداف واقعية حتى الناس تتابعني وتساعدني. إذا أردت أن تطاع فاطلب المستطاع، ما تي تطلب من الناس أشياء غير واقعية. أبيك تخلص لي هاي قبل يوم ما دي أي يوم الأسبوع الجاي، عطى فرصته، خليك واقعي،
عشان تطاع، حتى الناس حتى الجن يساعدك في تحقيق الشيء اللي انت بالمارد، يساعدك في تحقيق امنيتك. الناس هي المارد، اتباعك هي المارد، هذول هم اللي يساعدونك في تحقيق اهدافك. النقطه الاخيره تي، تايم بوند، مربوط بزمن. يجب ان يكون الهدف مربوط بزمن، ما يكون مفتوح عام، يجب ان يكون محدد بزمن، تعرف متى ينتهي، تقدر تحاسب اللي انت قال انا لها وانا بسوي هذا الهدف، يجب ان يكون واضح متى بينتهي منه. فهذه النقاط الخمسة يجب ان توضع في اي هدف يتم ذكره. وفي الفيديو التالي سوف اضع لكم المزيد من الامثلة لاهداف كثيرة، ومنها الاهداف الذكية ومنها اهداف غير ذكية مرفوضة، وسوف نبعدها عن مسيرتنا.